إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن في الجمعة الماضية أخذنا حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق العلماء، وحق ولاة الأمور. واليوم نأخذ إن شاء الله حق المسلمين، والأدلة على حقهم كثيرة جدا. فمن القرآن قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله عز شأنه: أثابهم الله بما قالوا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقوله جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولفظ المحسنين ورد في 30 آية من القرآن، أما مشتقاته فكثيرة جدا. وحقه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فأعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإن الله محسن يحب المحسنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وغيرها من النصوص في المحسنين الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم أو جاههم أو أوقاتهم أو غير ذلك في سبيل الله. عباد الله، من حق المحسنين الذين إحسانهم شمل خلقا كثيرا من أهل الصدقات المالية والبذل الكثير في طرق الخير، سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء والمساكين، أو في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والآبار والعيون والمياه التي نفعها شامل، فهؤلاء حقهم عظيم على الناس بما أبدوا نحوهم من سد حاجة المحتاجين وإزالة الضر عن المضطرين والقيام بمؤونة العاجزين وقيام المشاريع الخيرية به التي لا يحصى ما فيها من الخير والنفع الدائم المتسلسل.
فهؤلاء المحسنون على الناس شكرهم على ما فعل، والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم النافعة ومحبتهم والثناء عليهم، فإن الخلق عيال الله وحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فما ظنك بمن إحسانه انتفع به الغني والفقير والقريب والبعيد، وانتفع به على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، ودفع الحاجات الخاصة والحاجات العامة، فهذا حقه كبير. فرحم الله المسلمين وضاعف لهم الأجر والثواب وأدخلهم الجنة بغير حساب، وجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، ونفع بهم النفع العميم، وجعلنا وإياكم منهم، إنه سميع جواد كريم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نحن في بلد التوحيد والسنة، بلد الخير، حكومة وشعبا يحبون المشاركة في وجوب الخير بما يقدرون عليه، وهذا من الأخلاق الفاضلة التي يجب أن يشجع التي يجب أن تشجع وتنمى ويربى عليها الأبناء، ويحث عليها الأحباب والأصدقاء. عباد الله، علينا عند الإنفاق الاحتياط والتنبه والحذر من فئتين: الفئة الأولى المتسولون في الطرقات وعند المساجد وفي المطاعم وفي المنتزهات وفي غيرها، والفئة الثانية الذين يقومون بحملات لجمع التبرعات للمتضررين في البلدان الإسلامية من غير إذن رسمي، وغالب هذه الأموال لا تذهب إلى أولئك المساكين، ولكنها تذهب لتمويل التنظيمات الحزبية الإرهابية التي تتربص بنا شرًا. فهذه الأموال التي يجمعونها يشترون بها الذمم والسلاح للفتك بنا والقضاء علينا وعلى أهل السنة في كل مكان وزمان. والدولة جزاها الله خيرا كافحت التسول، ولا تزال، وحددت ونظمت جمع التبرعات بطرق سليمة وأمنة لتقطع الطريق على هؤلاء المتربصين والمصادرين. فتبرعاتنا نضعها عن طريق الجهات الرسمية لأمرين: الأمر الأول لتصل لمستحقيها إن شاء الله، والأمر الثاني حتى لا نكون عرضة للمساءلة، فقد نتبرع لأناس أو جهات مشبوهة غير آمنة فنقع في المحذور. ومن رأيتموه من تلك الفئات من المتسولين
ومن الذين ينظمون هذه الحملات بدون إذن رسمي، فلا تعطوهم الأموال، وبلغوا عنهم الجهات المختصة لنسلم نحن ويسلم بلدنا ويسلم إخواننا المسلمين في شتى البلدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وارزقنا حسن الختام، وجنبنا الشرك والبدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام، وتقبل منا الصلاة والصيام والدعاء والقيام، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.